بكيف الجولة اليوم بينضم لنا رئيس مصلحة الأرصاد الجوية بالمطار ماركو هيبي ليخبرنا أكثر عن أحوالنا الجوية. صباح الخير أستاذ مارك. صباح النور، نهاركم سعيد. وأنت كمان، إضافة إلى تدني درجات الحرارة رح نشهد أمطار. في عندنا احتمال لرذاذ أو أمطار خفيفة بشكل خاص بمناطق الشمال، نعم. وهذا الاحتمال موجود لنهار بكرة السبت. تأسنا. تأسنا رح نفوت لكينا على التفاصيل. تفضل. يلا ليقلع السيستم لا وشوف الصور لا نقول والجراف. الصورة، يلا أكيد وصلت الصورة ولا بعد؟ مش وصلت الحال. الصورة، تفضل. تفضل. مش الحال، عظيم. لكن الطقس عموما هو طقس صيفي معتدل، معتدل الحرارة نسبيا، عم بيسيطر على الحوض الشرقي، الحوض الشرقي للمتوسط. بالنسبة لطقسنا اليوم الجمعة رح يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر لدرجات الحرارة، مع نسبة رطوبة مرتفعة بشكل خاص على الساحل، ويتوقع أنه تنشط الرياح أحيانا مع التشكل لبعض الضباب على المرتفعات. بتلاحظوا أنه بعد ما حكينا عن أمطار لأنه بعدنا تحت تأثير منطقة من الضغط الجوي اللي متمركزة هلأ على حدود تركيا، حدود الشمالية لتركيا، وهذه المنطقة في عندها تأثير عم يمتد تأثيرها من وسطها يعني شمال تركيا وبروح صوب المتوسط لحدود الجزر اليونانية. نعم. هذا الوضع الحالي لليوم، ولكن هذا تدريجيا لما بنوصل لبكرة رح يتحول لحتى يتجه صوب الشرق ليوصل علينا ونصير نحن تحت تأثيره خلال يوم السبت. لذلك يوم السبت في عنا الأمطار يلي مثل ما تفضلت أستاذ عبدو محتمل تطاولنا خاصة بالمناطق الشمالية، بس رح تكون أو أمطار خفيفة أو على شكل هيك رذاذ ممكن يحصل، ورح يترافق هالشي مع ضباب كثيف على المرتفعات بالفترة الصباحية من يوم السبت. نعم. احتمال هالأمطار بيرافقنا خلال يوم السبت إلى أنه ينحسر كليا يوم الأحد، فبنوصل يوم الأحد مع طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، كمان ضباب محلي على المرتفعات. وبالنسبة لدرجات الحرارة الارتفاع يلي بلش شوي الأحد بكمل معنا ليوم الاثنين. وبالتالي بشكل تفصيلي درجات الحرارة بالمناطق الساحلية رح تتراوح ما بين 23 درجة و 31 درجة ليوم الجمعة. بالمناطق الجبلية المتوسطة الارتفاع من 16 إلى 26 درجة، وبالبقى من 16 إلى 36 درجة. دايما مثل ما كل يوم تقريبا عم نشوف مع الأستاذ محمد كنج كمان انه في عنا لسان من الكتل الحاره دايما بيمتد على البقاع الاوسط، فدايما عنا هالحراره اللي شوي مرتفعه بتبقى بالبقاع اكثر من باقي المناطق. نعم. فاذا تفصيلا هلا عم نشوف الامطار، يمكن احتمال الامطار سبت كان صحيح ليوم السبت. الرسم الاول من فوق بفرجينا تشكيلات الغيوم، وبنشوف انه يوم السبت في عنا نسبة غيوم شوي اكثر من باقي الايام. وبالرسم الثاني من تحت عم نشوف الامطار، في احتمال لبعض الامطار يوم السبت بس كمان مرة منا كثيرة، والاحتمال موجود شوي بالشمال اكثر من غيره. رح ننتقل كمان لحتى نشوف الرياح، في عنا سرعة الرياح يلي متوقع انها بتنشط اليوم يوم الجمعة، عم نشوف انه ممكن تبلغ حدود ال 40 كيلومتر بالساعه يوم الجمعه. وبنفس الوقت درجات الحراره يلي نهار الجمعه بعدها شبيهه شوي بالخميس امبارح، ولكن يوم السبت في عنا الانخفاض يلي رح نشهده هو رح يسبب بعض الامطار يلي ممكن تصير. ننتقل لكينا للمحه سريعه وتفصيليه عن مختلف العناصر. الرياح رح يكون اتجاهها جنوبي غربي سرعتها بين 15 و40 كم بالساعة. الرطوبة النسبية على الساحل من 60 إلى 80%، رح يترافق هذا كله مع ضباب على المرتفعات. البحر رح يكون منخفض ارتفاع الموج إلى مائج، يعني بين النصف متر والمتر. أما حرارة سطح الماء فعم تبلغ من 29. ألو؟ يبدو انقطع بس هو واضح. ألو؟ إيه تفضل. معك تفضل.
أوكي. الضغط الجوي 1005 ميلي بار أو ما يوازي 754 ميلي متر زئبق. شروق الشمس على الساعة 6:04 صباحا، أما الغروب فعلى 7:18 دقيقة من المساء من بعد الظهر. يعطيك ألف وعندك شيء عافية. بالنسبة للنشرة؟ ميرسي لك ميرسي ماركو هيبي، رئيس مصلحة الأرصاد الجوية بمطار بيروت، أهلا وسهلا فيك.